لو عوزتوا اي حاجه يا ولاد اتصلوا بيا، معاكم كل تليفوناتي في البيت والعزبه والموبايل. حاضر يا خالو. انا لو اتاخرت عليكم هتفتكروا ان انا مش جاي، انا يمكن انشغل الايام الجايه، ما تفتكروش ان انا بعت. لا طبعا يا خالو، احنا عارفين ومقدرين. بهدوء، مفيش حاجة بتيجي بالعافية، التصادم مش هيجيب أي نتيجة. واضح من كلام حضرتك إن أنتوا ما وصلتوش لحل. الحل في إيدك أنتي، أنتي اللي تقدر توصلي للحل، ويا ريت توصلي له بأقل خسائر، ولو وصلت له بدون خسائر يبقى أفضل. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام يا حمد. مع السلامة. يلا يا دكتور علي. السلام عليكم. مع السلامة. دلوقتي ده طيب قوي، بس انكل علي مش طالع زيه. ليه؟ والله ده غلبان، دايما يتخانق مع ابله عفاف، مش زي انكل حمدي كده لذيذ ودايما يضحك مع ابله زينب ومعانا. معرفش، انا ما بتضايقش من حد فيهم. وايه موضوع الرحلات دي اللي قال عليها الاستاذ عادل البابا؟ هو كلمك فيها قبل بابا؟ يعني بس انتي موافقه. ليه؟ وانتي مش موافقة انك تيجي معايا؟ وموافقش ليه؟ حمدي. نعم. حمدي من فضلك خد الولد مني عشان اخش اشوف البنات. طيب بدل ما تشوف البنات هاتي. اهلا وسهلا. بس انا بقول لك ايه، نام انت هنا بقى على ما هي تشوف البنات. اوف. لا يا استاذ، اقعد استنى ماما هنا. خلوا بالكم من بعض يا بنات. هو انت مش جايه تاني يا ابله؟ وده معقول يا سوسن يا حبيبتي؟ انا اقدر اغيب عنكم؟ ده انا ماشيه غصب عني. عموما انا موصيه عليكم ده المستعد تشوف كل طلباتكم لحد ما اجيلكم بكره او بعده بالكتير، وهبقى على اتصال بكم بالتليفون. خلاص. سلام. دنيا، انا كل اللي برجوه منك دلوقتي انك تأجلي اي صدام بينك وبين بابا او مع غير بابا. شايفاني ماشيه في شقه بنطح في اللي حواليا؟ دنيا انت فاهمه قصدي كويس، من فضلك تأجلي موضوع وجدي ده شويه لحد ما الجرح يتلم، ولو انه عمره ما هيتلم، على الاقل لحد ما الجرح يهدى. على العموم انا ما بحتكش بحد، ما تحتكوش انتوا بيا. وبعدين عرفتي اللي جوز حضرتك عمله مع وجدي اخر مره وصله؟ يعني كنت عايزاه يعمل ايه؟ يسمع شتيمه اخوه بودنه ويسكت؟ وجدي بيعرف يشتم. عموما يا ستي انا بعتذرلك بالنيابه عن حمدي وعن بابا وعن نفسي وعن كل اللي غلطوا فيكي. دنيا انا كل اللي بطلبه منك دلوقتي انك تصبري شويه، على الاقل تعدي سنه على فاطمه. سنه؟ سنه كتير على ماما يا دنيا؟ اذا كان قصدك على الحزن والزعل فالعمر كله ما يكفيش للسنه واحده. دنيا انت فاهمه قصدي كويس، من فضلك يا ريت ما نفتحش اي موضوع فيه خلاف دلوقتي لحد ما تعدي سنه على فاطمه، ارجوكي. اظن ده الواجب. ان شاء الله، بس ما تحتكوش انتوا بيا. حاضر عفاف.
علي ما كلمكش في حاجة. بابا أنا ماشي، حضرتك مش عايز مني أي حاجة؟ شكرا زينب، خلي بالك من جوزك وولادك، قالي دي حاجة مش محتاجة توصية. طبعا يا بابا، أشوف وشك بخير. شكرا بنتي، مع السلامة. الله يسلمك، عن إذنك يا بابا. اتحطيت في موقف زي الزفت. اعوذ بالله، ليه بس يا ابني؟ ولا انا قادر اقول له على الحقيقه، ولا انا قادر ما اقولوش، لانه اكيد هيفتحني في نفس الموضوع تاني. انا اصلا مش عارف اذا كانت عفاف موافقه ولا لا. صحيح هي امتنعت عن حضور الندوات الثقافيه، وده لانها بتمر بحاله نفسيه بعد وفاه والدتها، لكن اعتقد انها بعد ما تنتهي الحاله النفسيه بتاعتها هترجع تاني لنفس النشاط. حتى لو رجعت أرجوك ما تنيش الجوازة دي، كملها للآخر أرجوك. إذا كان لي عندك خاطر. ليه يا بابا؟ عشان موت والدتها يعني؟ موت والدتها سبب ثانوي، إنما السبب الأساسي هو دين في رقبتي حمزة ورؤية. بحاول أرده، فأرجوك لأول مرة، أرجوك ما تحرمنيش من الجوازة دي. إيه ده يا بابا؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هو إيه اللي حصل بالظبط؟ إني مدين لحمزة حياتي كلها، كل النجاح والثروة اللي أنا فيها دلوقتي السبب فيها حمزة. لولا حمزة كان زماني بقيت خليج سجون بلطجي محدش عاوز يعرف. يا بابا أنا مش فاهم أي حاجة، من فضلك يا بابا أرجوك فهمني. وهي بنت عم فاضل اخو ابويا اللي مات فجأة وساب لها ارض زراعية هي وامها في البلد، وارض مباني غير البيت اللي هم ساكنين فيه. ابويا كان وارث في اخوه، لان اخوه ما عندوش صبيان، واحنا كصايدة اعتبرنا مشاركة أم رؤية لينا فضيحة، وعرضنا عليها 50,000 جنيه تمن الميراث كله، وده طبعا ما يسويش ربع تمن التركة كلها. رفضت أم رؤية ووقفت لنا زي الوحش الكاسر للراجل الجبار وولاده الثلاثة، وأنا كنت أكبرهم، وقالت مفيش حد هياخد مليم واحد من حق بنتي اليتيمة اللي كانت على وش جواز، ورفضت إنها تجوزها لأي واحد مننا لأننا كنا طمعانين فيها، ودقنا نخوفها.
فاستنجدت بمحامي ناجح كبير وحمزة الدكروري، واستطاع حمزة ان يواجهنا كلنا ويهزمنا في كل القضايا اللي رفعها ضدنا. حسينا بالمهانة بالمرارة واحنا ماشيين في وسط البلد وكل الناس بتتكلم علينا، وقررت ان انتقم من الجدع ده. استخبيت له بالليل قريب من البيت اللي كان ساكن فيه، واستنيته هو خارج وضربته على دماغه بكل الغل اللي كان فيا، وقع على الارض بين الحياه والموت. ربنا كان كاتب له الحياه وقبضوا عليا، وضيت متهم في قضيه شروع في القتل، حكمها مش اقل من 10 سنين سجن. وراح لابويا المستشفى وبكى تحت رجليه وعرض عليه اي اموال هو عايزها مقابل انه يتنازل عن القضيه، لكنه رفض ان ياخد اي مليم. قدام النيابه والبوليس انكر ان انا اللي ضربته، وطلب من ابويا على استحياء ايد رؤية، وقال لابويا انت عمها ولي امرها، واذا رفضت انك تجوزها لي انا مش هتجوزها. وكان الم اكبر من كل الالام اللي احنا خدناها منه. خرجت من السجن كان حمزة كريم معايا أوي، وبقى صديقي الوفي ومحامي عيلتنا، وكل الخير اللي احنا فيه ده كله هو السبب فيه. يعني جمايله زادت عن جمايله الأولانية كلها. أنا ما صدقت يا علي إن يبقى لي ابن يتقدم لبنت رؤية وحمزة ويوافقوا عليه، وأنا بعتبر موافقتهم دي جميل ينضاف لجمايلهم. ليه يا بابا؟ هو أنا أقل منهم ولا إيه؟ مهما عليت، مهما كبرت، مهما غنيت، فهم دايما هيبقوا اصحاب الفضل. في ايه يا حمدي؟ ما ترد على التليفون، انا بغير الولاد. تهزينا بنا كمان بغسل وش اعمل ايه؟ ثانية واحدة هرد عليك. امر لله. ايه يا حمدي ما ترد على التليفون؟ حاضر هرد اهو. الو. جرى ايه يا حمدي؟ انت لازم تسيبني انا والتليفون نرن. حضرتك عاوز مين؟ جرى ايه يا حمدي؟ احنا هنهرج ولا ايه؟ لا حضرتك النمره غلط. ايه الحكايه؟ تكونش مراته رجعت؟ بس ده ايه اللي مش قبل الاربعين؟ الو. ايوه عبير. ايوه هي وصلت، جت خلاص. اشوفك بكره. بكره ان شاء الله. سلام سلام.
في ايه يا حمدي؟ مالك واقف كده ليه؟ لا ولا حاجه يا زينب، هيكون في ايه يعني؟ ما انت عارفه اللي فيها. هنعمل ايه بقى؟ امر ربنا. تبانيك. انا عامل يا ماما، انا جعان. طب يلا خش خش ولا جاي لك على طول. كملي انت يا رضا على بال ما حضروا الغدا هو واخوه، ولاجي معاك اكمل باقي السجاد. تعالى يا وليد. حاضر يا ست زين. اقصى عليك يا وجدي، ازاي تقول على نفسك كده؟ غصب عني يا دنيا، كل الناس رافضيني. يعني انا بالنسبه لك ولا حاجه؟ ازاي تقولي كده؟ اوعي تقولي كده تاني يا دنيا. انت بالنسبه لي دنيا واخره، وخصوصا لو كانت جنه. طب ان شاء الله، يعني لو دخلت النار هتبقي انت بالنسبه لي جهنم. يا حبيبي، يعني انا بالنسبه لك كل حاجه؟ طبعا، انت بالنسبه لي الدنيا دنيا واخره وجنه ونار. طيب والناس الباقيين؟ ولا حاجة. يعني افرض حد ضايقك يبقى طز فيه، لان كلهم بالنسبة لك ولا حاجة. طبعا. لا اله الا الله، امال انت زعلان ليه بقى؟ مش عارف، انا طلعت مغفل صحيح. اول شرط من شروطي اننا نتجوز في شركتي، عشان لا قدر الله يعني لو حصل حاجة كده والتجربة فشلت نخرج منها بأقل الخسائر. ماشي، انا موافق على الشرط. والشرط التاني؟ من حق اي حد فينا ما يطلب الطلاق من التاني اذا شاف يعني ان الحياه صعب انها تستمر. مش من حق الطرف التاني انه يعترض. انا كمان موافق على الشرط ده، بس ليا طلب صغير. ايه؟ ان الطلاق ما يتمش فورا، ندي نفسنا اسبوع ولا اتنين قبل ما ننفذ الطلاق، يعني نراجع نفسنا فيه، يمكن يكون الطلاق ده تم بناء على انفعال او رد فعل وقتي. وانا موافقه على الشرط ده. الشرط الثالث؟ الخلفه، مش قبل 3 سنين من دلوقتي، عشان نكون اتاكدنا من نجاح التجربه. ساعتها هنشوف بقى احتياجنا للخلفه ايه ومدى رغبتنا فيها، ولازم القرار يبقى قرار مشترك. يعني لو في حد عايز والتاني لا يبقى مفيش خلفه. وانا موافق جدا على الشرط ده، بس انا ليا ملحوظه صغيره. اتفضل. ممكن حياتنا قبل الخلفه تكون حياه جميله وسعيده ونحقق فيها كل احلام زي ما حصل بيني وبين زينب، لكن بعد الخلفه اتغيرت وبقت حاجه تانية خالص. متهيألي ان تجربتك مع زينب هتفضل قدام عينيا، وهتفضل بالنسبه لي جرس انذار يمنعني ان انا اكون زينب التانية، لان ساعتها هيبقى في زوجه ثالثه. في دي انت عندك حق. طيب الشرط الرابع ده شرطك انت يا حبيبي، وهو ان جوازنا يفضل سري، طبعا باستثناء ماما وبابا والدادة بتاعتي. وانا موافق. ها نتكلم بقى في الخطوات التنفيذيه. انا جاهزه يا استاذ. خلاص، يبقى اول خطوه نروح انا وانت نشوف شقتك ونشوف ايه اللي ممكن نحتاجه فيها. وتاني حاجه يبقى نحدد ميعاد جوازنا ونحجز اسبوع في اي اوتيل نبتدي فيه الحلم بتاعنا. بتضحكي ومبسوطة عشان الولاد غلبوني؟ ما تزعلش، أنا هلعب معاك ونغلبهم. الله حلو. أنت وقعت ولا هو رماك يا عبد المعطي؟ معلش يا حمدي يا حبيبي، أنا آسفة، لقيت الشقة تضرب تقلب وزي الزفت ووسخة، قلت أنا أنضفها علشان لما تيجي تلاقيها زي الفل ونعرف نقعد مع بعضينا، خصوصا إن أنت عندك أجازة. وأنا بقى هروح لإخواتي بكرة، أنت ما فضتش عليهم يا حمدي؟ لا ما حبيتش عليهم، النهارده اجازه ويمكن عايزين يقعدوا على راحتهم. يا حمدي يا حبيبي، احنا كل يوم جمعه متعودين ان احنا نعدي عليهم. الوضع اختلف، الوضع اختلف. يا زينب الولاد فين؟
غديتهم وحميتهم ونيمتهم يا حمزه، على بال ما تغير هدومك احضر لك الغدا. شحلي معايا غدا. حاضر يا ست زين. باختصار عفاف دي رؤية بس في طب عصري بتجمع بين الاخلاق والادب والثقافه والاصاله، يعني تقدر تقولي دي حكمة صغيرة. دي شكر. اما علي ده بقى فعبد المعطي الصغير بدماغه الناشفة اللي كان في يوم من الايام هيموت حمزة، لكن عبد المعطي معذور، اتربى طول عمره في قرية مقفولة عليه وتعلم تعليم متوسط، لما شاف الدنيا اتغير. انما علي اللي اتربى طول عمره في المدينة وتعلم احسن علام وبرضه مش عايز يتغير ابدا. السؤال اللي محيرني دلوقتي هو ازاي وليه عفاف وافقت على علي وعلي وافق على عفاف مع انهم قرايب وزملاء وشايفين بعض كويس. الله ينور عليك، سؤال وجيه ومحدش يقدر يجاوب عليه الا انا، لان انا كنت الواسطه في جوازهم. علي شاف عفاف البنت المثاليه اللي يتمناها اي شاب، صحيح هو ليه بعض تحفظات على سلوكياتها هو بيعتبرها سلبيات، وهي برضه شايفه برضه تحفظات على سلوكياته وبتعتبرها سلبيات، وكل واحد منهم كان مقتنع انه ممكن يقدر يغير من التاني بعد الجواز، انما لغايه دلوقتي ما حققوش اي حاجه. ولا هيحققوا. ليه بس يا حكمه؟ انا نفسي ان هم يتجوزوا، يمكن بعد الجواز يعني يحصل في الامور حاجات كتيره. يا عبد المعطي، علي وعفاف عقليتين ضد بعض، يعني مفيش بينهم اي منطق مشترك، وانا في تصوري ان التناقض هيزيد اكتر. انا افضل انهم ينفصلوا من دلوقتي افضل من بكره. الله، احنا هنفضل نتكلم عن علي وعفاف ونسيب نفسينا ولا ايه؟ ما اللي ينجح ينجح واللي يفشل يفشل، دول بيدرسوا الاجيال ونشوف احوالنا ايه. الحقيقه يا عبد المعطي انت بكلامك ده خوفتني. ليه يا حبيبتي؟ في ايه؟ ما قلتليش ايه وجهه نظر علي في جوازنا. وجهه نظره؟ وجهه نظر دي على نفسه، انما علينا لا. سيبك، بقول لك ايه. نعم. امتى هتجيبي الاولاد وتيجي وتشوف العزبه اللي هنعيش فيها؟ معلش يا حمدي حبيبي انا اسفه، اصل لقيت الشقه تطلع تقلب وزي الزفت وسخه، قلت ان انا انضفها علشان لما تيجي تلاقيها زي الفل. متهيألي ان تجربتك مع زينب هتفضل قدام عينيا وهتفضل بالنسبه لي جرس انذار يمنعني ان انا اكون زينب التانيه. ايه ده؟ انت بعقلك يا بنتي؟ ايوه يا دادا بعقلك. مش معقول، مش ممكن تكوني بعقلك وتقولي الكلام اللي انت قلتيه ده. ليه بس يا دادا؟ ليه بس يا دادا؟ معقول يا بنتي تتجوزي راجل متجوز وعنده عيال كمان؟ احب يا دادا. حب؟ حب ايه؟ ما لقيتيش في الدنيا غير المتجوز والمخلف ده وتحبيه؟ نصيب بقى. لا مش نصيب، ده تلاقي ضحك عليكي وقال لك انا مش متجوز. لا 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 يا دادا، لا حمدي من اول لحظه وهو مفهمني انه متجوز وبيحب مراته وبيحبني انا كمان. نعم بيحب مراته، امال هيتجوز عليها ليه؟ في راجل في الدنيا اللي خلقها ربنا يحب اتنين في وقت واحد؟ اتنين ده لو هو اللي قال لك الكلام ده يبقى نصب وحلنجي. لا لا دادا من فضلك ما تقوليش على حمدي كده. لا اقول عليه نصب وحلنجي زي ما انا عايزه. وعيب عليكي، عيب عليكي، ده انت صحفيه وبتردي على المشاكل، يعني لو جات لك المشكله دي واحده بتاخد رايك تتجوز الراجل ده ولا ما تتجوزوش تقولي لها ايه؟ لو البنت دي انا هوافق عشان هبقى مسؤوله عن الاختيار ده، انما بقى لو واحده تانية هحط قدام عينيها كل مخاطر الجواز ده واحسب لها الاختيار. براحتك. بقولك ايه، لو ناويه تتجوزي الراجل ده
انا هروح اعيش مع الدكتوره والدكتور في اسكندريه، وانت يا حبيبتي تشوفوا لكم شغاله تخدمكم معرفتكم. ده رايحه فين؟ رايحه فين؟ راح الحق البرج اللي فاضل في عقلي لا يطير. اعمل لك ايه؟ الطلب بتاعك من ساعتها في الوزاره ونمرته في الارشيف عندك، لكن الوزاره اعتبرت ان الموضوع ده كله تهريج. تهريج؟ لما ابقى تخصص صحاري واخده بشتغل في الصحراء ابقى بهرج؟ امال لما اخده بشتغل في المراعي الخضراء ابقى بعمل ايه؟ يا فندم انا عايز اشتغل في الصحراء بدل الرجاله اللي بيهربوا منها. ايوه كذا رجاله زمايلنا هربوا من الصحراء. ما هي الوزاره هي اللي ما ردتش. اوصلوا وروحوا قبل الوزير. والله والله لو جاتني الموافقه بعد 5 دقايق هنقلك اي ماموريه من الماموريات، بس مش مع الجدع ده، لانكم لو رحتوا اي موقع هتجننوه. مش مهم يا فندم نبقى مع بعض المره دي، المهم يوافقوا لها على طلوعها. طب اتفضل اتفضل اتفضلوا. هاتولي الموافقه ولا نفذ ثوره. يا صفاء صفاء صفاء. ايوه يا فندم. الاساتذه ما يخشليش في الموضوع ده تاني ابدا. يا فندم انا اسف حضرتك، انا كنت عايز اقول لحضرتك حاجه. على فكره احنا مش شحاتين. على فكره انت راجل غريب جدا. يا دادا دادا الله، راحت فين الست دي؟ تبقى عملتها ومشيت. يا خبر. وبعدين في الحوسه دي حوسه، امال لما اتجوز هعمل ايه؟ ده من ضمن الاربعه اني اكون زوجه، يعني اغسل وانظف واطبخ، والا هتبقى في واحده تالته. لا تالته مين؟ هي التانيه وبس. بعدين دي كلها حاجات سهله وبسيطه ولازم اتدرب عليها من دلوقتي وانجح فيها على اكمل وجه. ولو تيجي تقفي معانا يا ريهام؟ معلش خليكوا انتوا على راحتكم. مين قالك لما هتبقي معانا مش هنبقى على راحتكم؟ انا ما بحبش اضايق حد. طب افضل انا معاكي؟ انا اسفه يا منال، انا عاوزه اقعد لوحدي. معلش يا منال ما تزعليش منها. انا مش زعلانه منها، انا زعلانة عليها يا استاذ. كل ما احاول اقرب منها تبعد عني. ما تزعليش منها يا بنتي، اصل اللي حصل لها مش قليل. انا بحبها قوي، حاسه ان ظروفنا زي بعض. هي فقدت امها اللي كانت كل حاجه في حياتها، وانا فقدت ابويا وامي. شوف يا بنتي، الانسان هو اللي بيصنع قيمته بنفسه، هو اللي بيصنع كيانه بنفسه، وده بايمانه بالله وايمانه بنفسه. روزي. ايوه يا فندم. انت وباقي بتحضروا بقيه القضايا اللي في الرول وحاولوا تاجلوها. حاضر يا فندم. حضرتك جاي منين ان شاء الله المكتب؟ ان شاء الله. مش ملاحظ الاستاذ كده شكله غريب النهارده مش طبيعي؟ ربنا يعينه على اللي هو فيه. انت ازاي تسيبيها وتخرجي تحت اي ظرف من الظروف؟ يهو يا دكتور بقول لك هتتجوز، هتتجوز واحد متجوز. هتتجوز واحد متجوز، واحد مش متجوز انت مالكيش شأن، دي حاجه تخصها هي بس. لا 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 عبير بنتي، مش ممكن تفكر بالشكل ده ولا تعمل كده ابدا. لا 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 انت غلطانه يا هاني. يا ست الدكتوره مش غلطانه. غلطانه ايه؟ اديكوا هتيجوا تسالوها قدامكم، اسالوها. يا دكتوره فاهمه غلط فاهمه صح، هي ملهاش دخل. ثم احنا من امتى بنختار العبير؟ هي طول عمرها بتختار لنفسها وتتحمل مسؤولية اختيارها. ايه ايه يا دكتور؟
بس لما يكون الاختيار صح. الله، وانت هتفهمي اكتر منها. لا 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 لا، بس انا واثقه تماما ان عبير مش ممكن تعمل كده، وان الست دي غلطانه. والله والنعمه يا دكتوره والنعمه. بقول لك ايه، انت تسكتي خالص. اسمعي يا دكتوره، احنا هننزل لعبير في اقرب فرصه ممكنه مهما كانت مشاغلنا، لان التليفونات في الوقت ده ما بتنفعش. ايوه يا اخويا، ايوه يا دكتور، التليفونات يا اخويا ما بقتش تنفع. وانت كمان لا هتقعدي هنا ولا هناك. يو 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 يو، ليه ليه يا ابن الحلال ليه كده؟ انت بتزعق ليه؟ الارزاق على الله. سلام عليكم. تعالي هنا يا ست. انت رايحه فين؟ انت لك حد غنى ولا ايه؟ ها، امشي ادخلي على الاوضه جوه. يلا. ان شاء الله يخليك يا دكتوره يا اميره يا سكر، طول عمرك بتحبيني، طول عمرك بتحبيني. انا داخله على اوضتي. الو. ايوه، مين عايز يا فندم؟ طب لا سمحت، التليفون عشانك يا عبير. الو. ايوه يا حمد، ازيك يا حبيبي؟ لا ما هو فعلا ما فيش حد في البيت. انت بتتكلم منين؟ يعني ما ردتيش عليا في اللي حصل يوم الخميس. بخصوص موضوعنا، مش لازم نرد على والدك؟ رد. بايه؟ باللي تشوفه. افهم من كده انك لسه مصر على موقفك؟ المساله مساله مبدا يا علي. لو انا شايفه اللي انا بعمله ده غلط كنت تراجعت واعتذرت لك كمان. يا سلام، يعني المطلوب مني ان انا لا اتراجع، مش كده؟ يا سيدي بلاش تسميه تراجع، سميه انك اقتنعت بوجهة نظري. حتى لو ما كانش ده حصل؟ لا طبعا، لو كانت وجهة نظرك زي ما هي يبقى خلاص. خلاص ايه يعني؟ خلاص اللي تشوفه يا علي. عن اذنك عشان الحق الندوة. لست عجيبة قوي. اصلها بتخاف عليا، بتعتبرني بنتها. يعني هي دلوقتي في اسكندريه عند بابا وماما، ومحدش راح يجيبها ولا حاجه. انا مش عايزه. مش عاوزه يعني ايه؟ انا عايزه اعتمد على نفسي. لقيتها فرصه يعني ان انا اعتمد على نفسي واتعود على الوحده. انا عايزه اعمل كل حاجه بايديا، كل حاجه، صغيره او كبيره. إيه؟ انا عايزه انجح معاك يا حمد. لحقتي تعملي كل ده من امبارح للنهارده؟ تعمدت ان انا اعمل كل حاجه. كنت بتحدى نفسي، تناسي يا حمدي ان احنا لما نتجوز هيبقى في وقت كتير بقضيه لوحدي، يعني لازم اتعود على الوحده والا هبقى مصدر قلق بالنسبه لك. لا انا عاوزك تتدربي على كده كويس قوي، واذا كان على دادا هانم خليها في اسكندريه اطول وقت ممكن. غالبا هتفضل هناك على طول، لانها بصراحه يعني رافضه مبدا ان واحده تتجوز واحد متجوز. اهو ده بقى لا يوقع التعدد. يعني ايه؟ ما انت ما تعرفيش بقى الجزء الثاني من نظريتي. شكرا. الجزء الثاني بيقول ايه؟ بيقول ان المراه هي المسؤوله عن تعدد الزوجات مش الراجل. ايه؟ لا انا مش فاهمه حاجه. افهمك، بس ده حاليا مش للنشر، جايز بعد كده ممكن. طيب يا سيدي اتفضل اشرح. المفهوم الخاطئ عند كل الناس ان الراجل هو المسؤول عن تعدد الزوجات. طبعا. وخاطئ ليه بقى؟ لأنه في الحقيقة الراجل لا يملك أن يعدد. إزاي بقى؟ كل اللي يملكه الراجل إنه يرغب في الزواج من أخرى، مجرد رغبة. إذا وافقت الست التانية إنها تتزوج من هذا الرجل المتزوج وقع التعدد، إذا ما وافقتش لا يقع التعدد. صح؟ صح. إذن الراجل مفيش في إيده غير إنه يعرض نفسه، والست عليها بقى تقول آه أو لا. مظبوط؟ مظبوط. يعني لو الستات زعلانين ورافضين مبدأ تعدد الزوجات وشايفين انه مش في مصلحتهم، يتفقوا ان هما ما يتجوزوش راجل متجوز، وبكده لا يقع التعدد مهما كان الراجل عاوز. او بمعنى واضح، مين في ايده بقى دلوقتي ايقاع التعدد، الراجل ولا الست؟ يا خبر يا حمدي، تقلبت لي دماغي خالص. ايه رأيكم يا اولاد؟ تحبوا تعيشوا في الجو الجميل الهادي ده، ولا تعيشوا في المدينة وسط الزحمة والزيطة والدخان؟ لا نعيش هنا طبعا، بس تعمل لنا ملعب كورة وترابيزة بينج بونج وكمان حمام سباحة. انا الاثنين.
اتفضل يا حمد اتفضل. الله، ده ايه الجمال ده كله؟ حقيقة ذوقك حلو قوي قوي يا عبير. انت بتقول كده عشان اخترتك؟ لا بصراحة، علشان كل اختياراتك. الحقيقة أنا من يوم معرفتك وكل اختياراتك ذوق هيجنن. يا رب يفضل على كده على طول. طيب تفتكري بقى يا أستاذة يا صحفية كبيرة، الإنسان بعد الجواز ذوقه بيتغير؟ أنا شخصياً ذوقي ما اتغيرش. الذوق ده حس جمالي محتاج رعاية للحفاظ عليه، يعني لو أهملته ممكن يدبل ويموت. ده يتوقف على قدر الإهمال ووقته، يعني لو الإهمال طول الذوق يموت. ها يا حبيبي، تحب نكمل وتطمن على بقية ذوقي ولا اكتفيت لحد كده؟ لا لا، اكتفيت ايه، نكمل طبعا. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا علي. أهلا يا حبيبي، اتفضل. معلش يا بابا، أنا كنت عايز حضرتك كده في كلمتين وحمشي على طول. طيب ما تيجي يا تسلم على الأستاذ حكمت. أهلا وسهلا. أهلا يا دكتور. عن إذنك يا أستاذ. طب بعد إذنك هاخد الأولاد. لا خليهم يلعبوا عشان يولفوا على المكان اللي هيعيشوا فيه. عن إذنك. ايه رايك يا حمدي؟ لا تجنن تجنن، ممكن نتجوز بقى. هو ده اللي حصل منها. يا شيء متوقع. وانا ما اقبلوش. وانا قلت لك ما تبوظش الجوازه عشان الموضوع ده بالذات. ما اقدرش يا بابا، المساله بقت مساله كرامه. يعني عايز نعمل لك ايه؟ انا هقابل ابوها وهعرض عليه المشكله قبل ما اتخذ قرار النهائي، عشان ما حدش بعد كده يرجع يلومني. اتصرف زي ما انت عايز. بابا قلت لك اتصرف زي ما انت عايز. ها حاضر يا بابا، هتصرف زي ما انا عايز. حاضر. مهندس وجدي راشد عبد العال، قسم جيوديزيا. ايوه، يعني اعتبر الموضوع منتهي. شكرا سعاده الباشا. ده احنا خلصنا يا سيدي من الموضوع الاولاني، ننتقل بقى الى الموضوع الثاني. انا قريت تحرياتك عن حرير المصنع ولفت نظري الغفير ده اللي اسمه عبد ربه حافظ. ايوه يا فندم، ده المصاب الوحيد من 10 مصابين اللي طلب خروج بعد ما عملوا تحقيقات معاه مباشره، مع اني ما كملش علاجه. طب وصلت لحاجه جديده بالنسبه له؟ بصراحه يا فندم انا حاولت معاه المستحيل، دورت عليه في كل مكان بس للاسف ما لقيتوش في اي حته. دورت عليه في كل المستشفيات الامير اللي موجوده في القاهره، ما لقيتلوش وجود. وطبعا مش ممكن ادور عليه في المستشفيات الخاصه، لان مستواه المادي زي ما حضرتك عارف ما يسمحلوش انه يتعالج فيها. رحت له البيت؟ لقيناه مقفول ومحدش يعرف عنه اي حاجه. هو مش متجوز؟ لا لا. طب ما رحتوش بلده شبين الكوم؟ رحت هناك وسالت والده ووالدته بس ما عندهمش اي فكره عن اصابته، وكمان سالت عليه في المستشفيات الاميري اللي هناك ما لقيتلوش وجود. الله، يكون راح فين يعني؟ مع ملاحظه يا فندم ان حالته خطر جدا، يعني اصابته شديده جدا ما تسمحلوش بالحركه ابدا. واحد مصاب اصابات شديده وبيتعالج ببلاش مع بقيه المصابين ويطلب الطلب المفاجئ ده ليه؟ ولو كان بيتعالج هيكون بيتعالج فين؟ ما هي دي نفس الأسئلة اللي بدور لها على إجابة. طب يا عبد الجليل، أنا عايزك تهتم قوي بالموضوع ده، لازم نعرف سر اختفاء الغفير ده، لازم.